وصل المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء إلى مدينة المحلة الكبرى بالغربية، حيث يقوم بجولة في شركة مصر للغزل والنسيج للوقوف على مشاكل الشركة. وسيلتقي محلب خلال الزيارة بمجموعة من عمال الشركة للاستماع إلى مطالبهم والتعرف على مشكلاتهم. من المقرر أيضا أن يتفقد محلب مجموعة من المشروعات الخدمية بالغربية. هذا وقد استبق وزراء التنمية المحلية والإدارية عادل لبيب والتخطيط والتعاون الدولي أشرف العربي والقوى العاملة والهجرة ناهد عشري والأوقاف مختار جمعة بجولة تفقدية لمصانع الغزل والنسيج بالشركة.